بس مارسيلو سالس. وقبل ما اروح معاك للحاضر عايز استمر شويه في الماضي العظيم والماضي الجميل ده، وسط اسماء عظيمه كثيره لعبت بجوارهم. لو قلت لك دلوقتي تشكيله لافضل لاعبين لعبت بجوارهم من بدايه من حارس المرمى حتى من جوارك في خط الهجوم. امر صعب للغايه. ولكن في حراسة المرمى جيان لوكا بايلوكا، وفي مركز الظهير زانيتي، في والناحية الأخرى على الجانب الآخر جورجاتوس، وفرناندو إيرو في قلب الدفاع، وبيرجوني في وسط الملعب، فرناندو ريدوندو ومايكل لاودروب، روبرتو باجيو، وفي الهجوم راؤول جونزاليس ورونالدو ومارسيلو سالس وسوكر ودافور سوكر بالطبع. تشكيلة لو موجودة دلوقتي تكسب تقريبا كل البطولات اللي في الدنيا، يعني تحتكر البطولات. نعم إنها تشكيلة رائعة للغاية، هي تشكيلة تضم لاعبين هم أساطير كرة القدم، وسعيد بشكل شخصي لأنني تعلمت من كل منهم الكثير. هل التشكيلة دي تهزم ريال مدريد بالجيل الحالي مع انضمام كيليان مبابي رسميا للفريق منذ لحظات؟ أوف. أعتقد أن نستطيع أن ننافسهم، وبوجود كيليان مبابي في ريال مدريد أعتقد أنه سيصبح فريق قوي للغاية. كيليان مبابي كان له فضل كبير في الكرة الأوروبية وكان له دور كبير، ولكني أعتقد أننا سننافسهم بكل قوة بالتأكيد.